البرتغال واليونان، وبعد كده بفترة هيبقى في بلجيكا وممكن يبقى في كولومبيا. والمقرر كان اعلان قائمه اللاعبين المحترفين اليوم، ولكن اجلها مستر هيكتور كوبر. صراحه في لعيب جامد جدا، ولعيب عنده خبرات، ولعيب دايما ما بتحتاج له بتلاقيه، لعيب هكلمكم عليه من الناحيه الرقميه، عشان دايما كده في اوروبا يقول لك نمبرز نيفر لايز، يعني الارقام ما بتكذبش. في نفس الوقت لعيب حريف جدا، تحب ان الكره تروح له، لعيب عنده شخصيه، هو لاعب وليد سليمان. وليد سليمان من النجوم الصراحه اللي منذ انضمامها للنادي الاهلي تحس ان هو متربي جوه النادي الاهلي، والناشئ اللي في النادي الاهلي متعود ان هو متاسس صح، وفي نفس الوقت من اللعيبه اللي دايما بتصنع فارق. ولكن خلينا الاول ناخد مدير المنتخب المصري المهندس ايهاب لهيطه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، برحب بيك في قناه النادي الاهلي، واقول لك الحمد لله على السلامه من سويسرا، من روسيا. الله يسلمك يا محمد، الله يخليك. طيب حضرتك كنت في اسامبلي مهم جدا، وهو يعني الورشه، اعتقد كانت ورشه لمعرفه مراسم كاس العالم 2018 من الناحيه الاداريه، حابب ان حضرتك توضح للساده المشاهدين. هي مش من الناحيه الاداريه فقط، من الناحيه الطبيه، من ناحيه الميديكال، من ناحيه الميديا، من ناحيه الماركتنج، من ناحيه الاداريه، من ناحيه الفنيه. يعني كانت ورشه عمل شامله كل الاختصاصات، فالحمد لله كانت كويسه. الحمد لله من ناحيه يعني اغلب الاجراءات الحمد لله احنا ملتزمين بيها في نفس الميعاد، والامور بالنسبه لنا الحمد لله يعني واضحه تماما. يعني طيب وجود الـ يعني بعثه من الجهاز طبعا الفني لمنتخب مصر وايضا الجهاز الاداري، بالتاكيد ده بيفرق معاكم كتير، بحيث ان انتوا كده لما توصلوا الى روسيا هيبقى كل حاجه معروف، التايم لاين بتاعكم ماشي ازاي، والجدول بتاعكم تعرفوا تحطوه بانتظام. هي طبعا هي زي ما قلت لك، في بعض الامور الفنيه كانت معروضه في ورشه العمل دي. يعني في برضه النهارده بقى في حاله اتصال ما بين المدرب اللي في المدرجات مع المدرب اللي في الملعب، في حالة اتصال، في الدكتور برضه في حالة اتصال ما بينه وبين في دكتور في المدرجات، بيتكلم معاه قدامه شاشة، قدامه سكرين، بيقدر يعرف حجم الإصابة، الإصابة فين بالظبط، عشان ممكن يكون الدكتور في الملعب مش شايفها من بعيد، مش على نفس المستوى بتاع الملعب، ما تبانش الإصابة أوي، فالدكتور اللي في المدرجات بيبلغه الإصابة في بالظبط وجات إزاي. نفس الشيء برضه في الامور الفنيه، النهارده في مدربين بيبقوا موجودين في المدرج، في حاله اتصال ما بينه وبين المدرب اللي في الملعب، هو شايف من حته اعلى، شايف الموضوع السكرين قدامه، عنده كل الداتا بتبقى قدامه، فبالتالي هل هيكون في اضافه لمدرب اخر في الجهاز الفني؟ كوبر لسه بيفكر في الموضوع ده، ولسه ما عرضناش في الامر على اتحاد الكوره. ان شاء الله اول ما كوبر يقرر وهنعرضه على اتحاد الكوره على طول. طب هل عرضوا موضوع التبديل الرابع اللي في الوقت الاضافي؟ لا لا لا، دي كلها امور لسه فنيه هم بيتكلموا فيها كاتحاد دولي، يعني كان لسه امور لسه ما دخلتش حي التنفيذ، ولا حتى ما بلغونا بيها رسمي. يعني هي مجرد فكره؟ مجرد افكار هم كانوا بيطرحوها وقت ورشه العمل، لكن لسه ما فيش قرار فيها بشكل نهائي بالنسبه للموضوع. يعني فكره للنقاش وليس للتنفيذ. وارده تكون تنفيذ كاس العالم، مفيش تفاصيل طبعا، لكن دي كلها امور معروضه لسه في الاتحاد الدولي. طب وبالنسبه لتقنيه الفيديو يا فندم؟ دي موجوده من الاول، لو تاخد بالك في بعض المباريات في اوروبا موجوده. كان هيتم تطبيقها في كاس العالم. بص انا رايي في الاغلب هتكون في موجوده. طيب عايز اتكلم حضرتك عن معسكر منتخب مصر خلاص على الاعتاب، حضرتك شايفه ازاي؟ اللقاءات الوديه اللي هيلعبها امام لقاء هيلعب الاول البرتغال ثم في اليونان، اعتقد البرتغال واليونان في سويسرا، هما الاثنين في مدينه زيورخ، ماتشين في نفس المكان. يعني يوم 20 28 ماتش البرتغال، 23 ماتش اليونان، 27. الامور تمام بالنسبه لنا، احنا السفر هيكون يوم 20 مارس، الفيفا دي بتبتدي من 19 ل 27 مارس، في بعض اللعيبه هتكون اعلانات مباشره، بعض اللعيبه هتكون موجودين التجمع في مصر، لكن بصفه عامه الحمد لله الماتشين كويسين. طبقا مستر كوبر بيفكر في التفكير، عايز مباراه قويه، واللي فيها عنده بعض العناصر الجديده، بيكون في مباراه برضه متوسطه ده يستفيد من بعض العناصر اللي بيعرض فيها. طيب هل هيبقى في لقاء امام المنتخب الكويتي ودي؟ المنتخب في المعسكر قبل نهايه كاس العالم ان شاء الله من يوم 20 ليوم 10 يونيو، هتخلى لها ثلاث مباريات، في مباراتين تحددوا بالفعل
الكويت يوم 26 وبلجيكا يوم 6/6 في بلجيكا. ما تحددش اما يكونوا في براسلز ولا فين بالضبط، لكن خلال ايام بلجيكا هي المستضيفانه في خلال الفتره من 3 ل 7 يونيو. هم كانوا فعلا طالبين على منتخب مصر، كان في برضه بالنسبه لنا كان في استجابه ودعوه هنرد عليهم ان شاء الله في الفتره دي. طيب بالنسبه لمقر اقامه المنتخب في روسيا، هل الامور على اكمل وجه؟ هل حضرتك تابعت كل الـ الاماكن، كيفيه التحرك وكل الكلام ده في الورشه؟ اه طبعا في الورشه، بعد الورشه كان في زيارات للمدن نفسها، نعم بتشوف بنتابع في زيارات المدن، عندك بتشوف البنيو اللي هيقوموا عليها المباراه، بتشوف الفندق اللي هيكون عليه وقت البنيو غير الاقامه بتاعت الاقامه دايما حاجه، والاقامه في الفنادق وقت المباراه حاجه تانية، فهتكون فيها حوالي ماينس يومين قبل المباراه وبلس يوم بعد المباراه، فدي كلها في اقامه طب تانية. انطباع حضرتك ايه عن هذه الاماكن؟ لا لا كويسه، لا بالملاعب طبعا كويسه جدا على مستوى عالي، الاقامه كويسه برضو، يمكن بعض الحاجات البسيطه اللي بتخصنا احنا في اقامتنا في الاكل في الريكفري بيبقى في ملحظات بسيطه، لكن الاتحاد الدولي على طول بنبلغه بيها وبياخد بيها على طول التعديلات، ان كل منتخب ليه ظروفه لنوعيه اقامته لاكله لكل عادات التراديشن عادات وتقاليده، كل واحد ليه وضع مختلف عن الثاني، نعم. فاحنا بنبلغها وهم بيقوموا بيها على طول يعني. طيب متى يعلن مستر كوبر القائمة اللي هتسافر معسكر ماريس فن؟ القائمة كلها مكتملة. خلال يمكن بكره او بعد كتير اثنين او الثلاث، اللي هي بتبقى حوالي 14 يوم قبل الفيفا ديت، فبالكثير هتبقى يمكن الثلاث الصبح او حاجه. هل في أسماء جديدة؟ دي طبعا حاجه ما مش ما تخصنيش طبعا، دي تخص مستر لا، كوبر ممكن يكون حضرتك عندك معلومة. اول ما بعلنها على طول، اول ما بنعلن على طول بننزل موقع اتحاد الكره الاسماء، يعني يمكن الثلاث الصبح ان شاء الله. طيب بالنسبة لبطولة الدوري حتى الآن واحنا داخلين على مراحل الحسم، هل الجهاز الفني كان أبدى إعجابه أبدى استياءه، وكان له أي ملاحظات عن مستوى بطولة الدوري الآن؟ نعم بيتابعوا مباريات الدوري كلها الفترة اللي فاتت، بيتابع اللعيبة المحترفين اللي بره، ما فيش أي ملاحظة، لكن بيتابعوا اللعيبة، ما فيش حاجة معينة تذكر يعني، الأمور من الناحية الفنية بيتابعوا اللعيبة كلها يعني. مهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لكم طبعا التوفيق منتخب مصر.